برضو كابتن عبد الرحمن، اخيرا يعني الدوري هيبدا، شايف ازاي برضو مستوى الدوري المحلي بعد اضافه الفرق الجديده؟ شايف ازاي السيزون الجديد المنافسه هتكون عامله ازاي فيه؟ يمكن انا من وجهة نظري ان الدوري بتاع السيزون الجديد ده هيبقى من اقوى الدوريات اللي ممكن تكون شهادتها الكرة النسائية. كان من زمان، من فترة كبيرة بتلاقي ان ناديين بس فقط هم اللي بينافسوا بعض على الحصول على البطولة. السنة دي بالذات الاهتمام الزائد من أندية انها تشارك في الدوري الكرة النسائية وان هم يحققوا بطولات خلى الدعم المادي اللي الأندية بتقدمه للاعبات كبير، وخلى ان يبقى اللعيبه متوزعه على كذا فرقه. دلوقتي انت عندك نادي وادي دجله بطل الدوري وبطل الكاس مشارك، نادي الطيران كان قبل كده برضو مشارك باللعيبه بتاعته، نادي الجونه بطل الكاس الموسم اللي قبل السابق مشارك، البنك الاهلي، نادي المعادي الرياضي واليخت المركز الثاني في كاس مصر مشارك، نادي فيوتشر مشارك، عندك نادي جديد من الصاعدين زي توت عنخ امون، نادي صرف فلوس كتيره جدا وداعم وعامل قاعده كويسه قوي وابتدى ان هو يشتري لعيبه السنه دي من انديه ثانيه. فاللعيبه اصبحت متوزعه مش بس على ناديين، على 7 8 انديه، فده هيخلق منافسه جديده جدا. مش هتبقى رايح مش عارف الماتش. يعني انا بقول لك انا دلوقتي المدير الفني بتاع نادي المعادي، كل مباراه صعبه من اول الفرق اللي لسه صاعده لحد بطل الدوري، كل المباريات صعبه مفيش نتيجه متوقعه. ده اللي هيخلق منافسه صحيه. انت دلوقتي قبل كده كان اللعيبه بتاعت نادي وادي دجله اللي كانت قوام منتخب مصر كان بيلعب ماتش واحد بس صعب في الموسم، ما بين الماتش ده علشان يوصل للماتش الصعب اللي بعده كان يجي 5 6 ماتشات سهله. ال5 6 ماتشات سهله ده طبعا مش اعداد قوي ان انت تطلع لعيب محترف، انما النهارده دلوقتي لما العب كل اسبوع مباراه قويه للاعبات ده هيبقى احتكاك قوي جدا للاعبات، وهيأهلهم ان هم يبقى عندهم الاعداد الكافي ان هم يخشوا معسكرات منتخب مصر ويبقوا لعيبه دوليه بالاضافه للعيبه اللي جايه من بره. فطبعا الدوري السنه الجايه بشكله الجديد عن طريق الانديه اللي ابتدت تشترك والدعم الكبير، الحاجات دي كلها هتوفر المناخ المثالي ان هو يعد لعيب دولي زائد اللعيبه اللي عندنا اصلا محترفين، فهيخلق لنا ان شاء الله منتخب قوي.